حكومة الياس فخفاخ كنت نعرف أغلب وزراء وأغلب مسؤوليها. وأي حكومة تجي احنا نتمنوا لها النجاح. علاش؟ لأنه نجاحها نجاح تونس، نجاحها نجاح المثال البناء الديمقراطي في تونس. يعني الحقيقة نتوجع كيف نسمع التوانسة، وفما توانسة يولي يقولوا عاد كان نرجع لما قبل 14 جانفي خير، وفي الحقيقة نساو اللي هو ما قبل 14 جانفي هو اللي وصلهم ل 14 جانفي. يعني التهميش ما جاش بعد 14 جانفي انه المناطق مفقرة، ما جاش بعد 14 جانفي انه الناس تخانقت، ما جاش بعد 14 جانفي. كل هذا كان ما قبل 14 جانفي، ولكن صعوبة الحياة اليوم وغياب الأفاق هو اللي خلى الناس تتقلق، بارشة ناس تتقلق. ولكن احنا عنا مشكلة في البلاد، قلت لك المشكل الأساسي هو نظام الانتخابي. نظام الانتخابي اللي ما خلاش تخرج طبقة سياسية الناس تعرفها قادرة تحاسبها وقادرة تتحاسب. مع علاقة النظام الانتخابي بسقوط حكومة الفخفاخ اللي ما توصلتش أكثر من 6 شهور نور الدين متيش؟ لأني حكومة معناها متاع بوزل، متاع ربطان، معناها القش مربوطة القش. يعني مثلا تلقى حزب تحية تونس موجود في الحكومة، ولكن حزب تحية تونس انتخابيا ما عندوش تفويض شعبي. تلقى حركة الشعب موجودة في الحكومة ما عندهاش تفويض شعبي. تلقى تيار ما عندوش تفويض شعبي. يعني كيف تشوف البرلمان بكله كيفاش مكون، تلقى 70 أو 60% منهم ما عندهمش حقيقة تفويض شعبي الانتخابي. تلقى دير كولاج دو مرسو، مش لأنه أيضا فما لعبة في الكواليس تلعبت لإسقاط الحكومة نور الدين بنتيشة برشا كلام حكومة الفخفاخ، وهي تلعبت لعبة إسقاط الجملي ساعة من له. ثم وعلاش تلعبت له لعبة الفخفاخ؟ هو أصلا من أصله علاش يجي الفخفاخ؟ يعني هو يلزم ينتصر في انتخابات. احنا الحكومة كما قلت لك يا اما عندها التفويض الشعبي بمعنى يختارها البرلمان اللي يربح، يا اما يعطيها رئيس الجمهورية التفويض اللي خذاه هو من عند الناس. احنا لنا في هذه ولنا في الاخرى، لكن اليوم احنا في حكومة اللي خذاها التفويض من عند الرئيس. انه السيد هشام المشيشي اختار انه تكون اغلبها من الإدارة، لأنه فما ناس معناها وزير المالية ماهوش من الإدارة، هو من القطاع البنكي. فما أشخاص أخرين من التعليم، وزير الدفاع من قطاع التعليم العالي مش من قطاع التعليم. إنه اختارها بعيدة عن السياسيين. يمكن فما إيجابية كبرى.